السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. إن شاء الله صامدون جامدون لربنا حامده. عايز أتناول معاكم كده كم نقطة تاريخية تبلور فكرة مهمة جدا عن إنشاء الدولة، إنشاء المجتمع، تأسيس مجتمع، تأسيس الرأي العام. واحد يقول لك الأمن الأول ولا الحرية؟ طيب الأكل الأول ولا الحياة النظامية؟ يعني تعيش في فوضى بس عندك تاكل، ولا أكلك يبقى قليل أو غالي عليك بس حياتك منظمة؟ في أولويات، الاتنين هيبقوا موجودين بس دي هتبقى الأول. لما الدولة العثمانية كانت في مرحلة الانحلال، يعني قرن 17-18 الحاجات دي لحد النهاية، لحد آخر لحظة، كانت بتكلم الوفود الأوروبية بصيغة المعلم الصاحب الأخلاق. كانت تبعت رسائل بالذات لفرنسا، كان وقع لفرنسا كتير والأسبانيا والإيطاليا وللمجر وحتى روسيا. الإمبراطورية الروسية كانت تقيلة عليهم، يعني انهم يكلموها بخطاب كده، بس كان في حق، رغم ان في حروب بينهم، بس ده لا يمنع ان في سفراء وفي كلام سياسي. فالسياسة اللي كانت بتلعبها الدولة العثمانية كانت الأوروبيين بيتعلموا منها. يقولك ازاي الدولة العثمانية ضعيفة، المفروض ملهاش ثقل سياسي حاليا، ولكن بتكلمنا في حاجات جوه حياة بلدنا. يعني تقول مثلا للروس بطلوا الصياعة ومياصة، بطلوا إهانة للدين المسيحي مثلا. الدولة العثمانية اللي هي الدولة المسلمة بتقول لهم انتوا بتهينوا ده الديانة المسيحية، اما تعلموا الاجيال مثلا حاجة ناويين تعلموها للجيل، وانشأتوا جامعة مثلا فرنسية بتعلم كذا. كانوا يكلموا فرنسا يبعتوا لها رسائل او خطابات، ايه الحفلات الماجنة اللي انتوا بتعملوها دي، ايه المسخرة دي، بتعلموا الشعوب ايه؟ برضو في وفد كان تركي، مش فاكر راح المانيا او غالبا كانت المانيا، فبرضو حصل موقف كده. فبعد ما الناس المتدربين ولا اللي راحوا يتعلموا هناك دول، اما رجعوا لقوهم متعلقين بقى شويه حاجات كده شمال، فبعتوا جابوا السفير الالماني وبعتوا رساله تانية لالمانيا، اللي انتوا بتعملوه ده بتعلموا الناس ايه؟ الناس اللي بيجوا لكم بره بتعلموهم السفاله وقله الادب والعري والمسخره وعلم لا ينفع؟ في كان اللي يرد وفي كان اللي ما يردش ويتخرس، لان انت بتتكلم في اخلاقيات، في اهانه مثلا للاديان. انا طبعا مش باسقط على اللي حصل في اولمبياد باريس عشان بس الناس ما تربطش، بتكلم في حاجه مستقله جدا. طيب المغول اما تحولوا بعد كده للقبيله الذهبيه او القرطه الذهبيه، وحكموا من اوكرانيا لحد بلاد لحد سخالين، ويمكن لحد الولايات المتحده الامريكيه واجزاء من الصين واليابان وكوريا، ودي كانت مليانه خانيات مسلمه. ولحد النهارده في ناس يقول لك احنا اجدادنا كان عندهم عادات، دي عادات مسلمين، فغالبا اجدادنا اللي كانوا في كوريا كانوا مسلمين. واحد يقول لك احنا الصينيين ونظام شيوعي وقمعي واباد ناس وبتاع، بس المنطقه اللي عندنا هنا كانت خانيه مغوليه وكان معظم شعبها يدين الاسلام، ودي الاثار بتاعتنا اللي اتدمرت معظمها لافساد مظاهر الدين الاسلامي والاخلاقيات والحضاره. لان المغول كان لهم حضاره، وظهرت الحضاره دي، ظهرتها يعني اللي هي الحاجه الحلوه اللي فيها ظهرت اما بقوا مسلمين. والسيفيلايزيشن بقى انهم يعملوا دوله، كانوا قبل كده مقاتلين بيكبشروا دول بس ويقتلوا ناس ويحتلوا اماكن، لكن اكتر من كده ان اسسوا دوله وامبراطوريه ويبقى ليها دواوين ومدارس
واعتناء بقى بالتجارة وطرق التجارة والاعتناء بالمواطن والأسرة والطفل، كل الكلام ده ظهر. أما القبيلة الذهبية بدأت تقسم الخانيات بتاعتها أو الممالك يعني أو الإمارات بتاعتها. ففي ناس يقول لك شوف الروس قسموا ازاي المسلمين، خلوا أوزبكستان لوحدها وقرغيزستان لوحدها، مش اللي عمل كده المغول ده، حتى يريفان أرمينيا كانت خانية مغولية برضو وفيها مسلمين كان كتير، ولكن ما فيش حاجة بتفضل على حال. اللي عايز أقولك عليه إن روسيا مش هي اللي قسمت، يعني دي حاجة من اللي عايز حاجات اللي عايز أقولها، مش روسيا اللي قسمت التقسيمة دي، مش روسيا اللي دخلتهم الإسلام، مش روسيا اللي خلت المسلمين في حتة معينة وسابتهم يعني ومنعتهم من حتة معينة، لا ده كل ده كان تقسيمة أيام المغول. اتغيرت التركيبة السكانية، اتغيرت الديانة يمكن، ولكن ما تغيرش الناس، ما تغيرتش التقسيمة الجغرافية حتى الآن. روسيا خدتها على حطة إيد المغول ونقلتها لينا لحد النهاردة، على شكل الاتحاد السوفيتي، على شكل روسيا الاتحادية، على أي شكل تحب. بالعكس ده كان في علاقات سياسية وطيدة بين المغول والروس، واتجوزوا من بعض، لذلك تلاقي واحدة شقرة وعينيها عاملة كده وشها كله كاركترستيك مغولي بس شقرة، واسمها أولغا فلاديمير ولا ايه، أولغا إيفانوفا أو أولغا فلاديمير فلاديميرفنا إيفانوفا أو حاجة أو بيتروفيتش. تلاقي مثلا واحد اسمه إيفان بيتروفيتش، اسمه ايه ده، كونستانتينوف مثلا، هتلاقي برضو واحد كده بس شكله مغولي خالص يعني أسيوي، يقول لك أنا روسي أبا عن جد، أنا مسيحي أبا عن جد. والعكس تلاقي واحد أشقر قوي وبتاع يقول لك أنا تتاري، انت مش شكلك من التتار في حاجه خالص، انت شبه الروس يعني او كده، تتاري واهلي تتاريين، يقول لك اسمي ايه الدار دابدولين مثلا. فاللي هو طب عايز اثبت الدنيا وانا اتكلم بقى. طيب فانا المهم نخش اهم حته بقى، الدوله العثمانيه والمغرب. اما بالذات الدولة العثمانية، خلينا نركز على الحتة دي، كان في بعض الأماكن تعمل يعني انريست كده، ولا يعملوا شوية ثورات ولا تحركات ضد الحكومة أو ضد الدولة يعني اللي بتحكمها. حتى أيام الفتح الإسلامي لبعض الأماكن كان يجي فترة كده ويقول لك إيه، إحنا عايزين نستقل، مش عايزين العرب يحكمونا، مش عايزين العثمانيين يجوا يحكمونا، عايزين. اما يسالوهم مثلا ايه الحكام المؤقتين او الوالي او كده، يسالهم طب انتوا عايزين ايه الثوره دي، يعني الشعب انتوا عايزين ايه، جزء كبير من الشعب بيطلع فيها فعلا، بالذات مثلا ايه المناطق اللي هي كانت بلغاريا وفي اليونان وفي يوغوسلافيا، حتى المغول يعني كان بعض الاماكن بيحصل فيها ثوره كده وبتاع وعايزين ينضموا مع الروس ضد المغول. طب ليه يا ابن الحلال، انت كنت عايشين كويس، قلت لا احنا مش عايزين كويس، مش عايشين كويس. فيجي الامير العثماني، انا بدي ثلاث امثله او اربع امثله دفعه واحده، فركز بقى، فما اقول لك عثماني او مغولي او عربي فافهم ان انا بتكلم على جبهه واحده او نماذج او امثله متشابهه مع مواطن اماكن كان فيها ثورات. فيجي بتاع الثوره يقول لهم انا احنا عايزين حريتنا، عايزين نحكم نفسنا، فيقول لك تحب افكرك بحاجه، الامير او الوالي او كده، فكرني ايه خير، المحتل اللي قبليه كان بيغتصب ستاتك وبياخد عيالك يبيعهم نخاسه، ما كانش ليك ارض، ما كانش ليك ملك، كان واخد ارضك كنت شغال فيها اجري، ازيد لك مش شعر بيت كمان، كنت يوم ما تقول يا حريه كان شعبك نفسه بيديك بالقلم على وشك، يقول لك حريتي احنا عايزين ناكل، بوس ايد الباشا عشان ياكلك. تعرف لي كل ما اقف الناس تيجي جنبي تتلمح، تتلمح يعني يقفوا و
بالذات في النقطة اللي أنا فيها، ويعجبهم البضاعة اللي هي محطوطة في كل حتة والله، يعني متكررة بس هي في النقطة دي، يعني موجود نفس المخدة هنا وهنا وهنا، فتقف في النص ليه؟ اللي أنا واقف فيه، الحتة اللي أنا واقف فيه ده المعنى يعني. ودي اتنين كمان يلا. فالمهم فبيقول له أنا أما جيت حكمت الأرض دي حضرتك بقيت سيد على أرضك ياض، ياللي ما كانش ليك تمن، ياللي كنت بتتحبس عمال على بطال، كان المحتلين اللي حواليك كلهم بيخزوقوا الناس بالطول وانت بتتخزوق بالعرض، بتاخده بالعرض سوري في الكلمة، وجاي النهاردة تقول لي ان انا بتحكم فيك او انا سلبك حريتك؟ حريتك كانت معايا انا اهبل. بتدفع الجزية وما بتحاربش، فمعاك الامان ومش مضطر انك تحارب وتطلع في تاخد التجنيد الاجباري اللي كان بيفرضه عليك اللي قبلي، وياخدك من قفاك انت وابنك واخوك وابوك احيانا عشان تروحوا في الصخرة تحاربوا نيابة عنهم عشان تبقوا حش وبنادق وتموتوا انتوا الاول. وبيعترضوا على ايه؟ بيقولك بقى هتيجوا تحتلوا بلدنا وتبنوا جوامع بقى وتصدعونا بالادانات بتاعتكم، وهتمنعوا الخمره، وهتمنعوا بقى النبيذ والاحتفالات وبتاع وعادات تبادل الازواج، وهتقمعوا الفكر ومش هتنفذوا تعليم اليسوع. فجاه اخده تعالى هنا ياض، عشان اخده من قفاه كده، تعالى هنا ياض، تعليم اليسوع هو اللي انت بتقول عليه ده؟ دي مسخره، فساد، دي تعليم اللي يسوع يا فاجر؟ فساعتها يعني كانوا لسان حالهم يقول لك ايه الدماغ الوسخه دي، الناس دي جايه بتطلب ايه ونسيت هي كانت عايشه في ايه؟ يعني انا حكمتهم مثلا مش بقالي 100 سنه، لا ده انا حاكم البلد دي بقالي مثلا 40 سنه ولا 100 سنه بالكثير، وجاي النهارده يقول لك لا لا انا مش واخد حريتي، الحرية أهم من الأمان، من الأمن، وأهم من الأكل، وأهم من الكرامة، وأهم من أن أنا أبقى لي قيمة، وأهم من الأملاك، وأهم من الاحترام. طب هي الحرية إيه غير البوتقة دي على بعضها؟ أنا أديتك الحرية كلها، يعني كده الحاكم يقول لك كده أنا أديتك كل الحاجات اللي بيتمناها شعوب تانية كتير حواليك ما عندهمش، مش عندهم. وحتى انت انك بتدعي ان انا سالب حريتك، مفهوم الحريه عندك ايه؟ قله ادب بس. الحريه انك تبقى حر في دينك، حر في ملبسك، حر تتجوز اللي انت عايزها او اللي انت بتحبها، حر انك تسكن في الحته اللي انت عايزها، في المنطقه اللي انت عايزها. يقول لك اديناكوا حق السفر والانتقال، كان الشعب اللي بننكل بيه ويتعمل له ديبورتيشن، كان يعني المحتل اللي قبلنا كان اللي بيتعمل له ديبورتيشن، وكانوا مسيحيين زيكم احيانا، وما كانش ليك حق التحرك منه ولا الخروج منه الا علشان تتخذ يا سخره، يا اما عشان تتحبس، يا اما عشان تتقتل، يا اما عشان تتخزق. ده الشعوب اللي قبلكم عاشوا كده. في ناس كانوا يتمردوا، يعني في ناس كانت بترتدع ويقول لك اه خلاص صح، ويبقى عندهم عقلاء حاجات من دي، يقولوا لهم لا الحكم المغولي او الحكم العثماني او الحكم العربي او الاسلامي ايا كان، كل دول مسلمين كانوا، يقول لك لا افضل لنا بكتير. يعني في ناس كانوا روس ولكن متعاونين مع المغول ومسلمين وكانوا بيحكموا مناطق، وكانوا فعلا من رجال بجد. يعني كان وقت الثورات والحاجات دي قاموا بدور بطولي، اللي هو يا جماعه احنا نسيتوا نفسكم، نسيتوا كنا عايشين في ايه، نسيتوا حكم الكذا، عارفين اللي حوالينا لو حكمونا هيعملوا فينا ايه. في ناس كانت بترتدع وفي ناس لا، في ناس كانت تقول لك لا لازم نستقل وبتاع، ده عاشوا خنازير مش كلاب، خنازير راسهم في الارض بعدها سنين 200 سنه. دول أوروبية عريقة دلوقتي هي محترمة طبعا بس ليها تاريخ عريق، اتمرمط وشهم في الأرض في الرمل بعد ما صاروا على كان الحكم بنسميه مثلا المغولي الروسي المشترك، طبعا مش في كل مناطق بس في مناطق معينة يعني.
فدي الحياة، دي وجهة النظر. ناس يقول لك لا لا الحرية ازاي وبتاع ده، فالحرية ان هي بقول لك زي ما بقول لك، حرية دينك، حرية مكان سكنك، حرية انك تخدم في الجيش اصلا ولا لا، مش تجنيد اجباري، لان الاسلام ما فيهوش تجنيد اجباري. يا خيل الله اركبي، اللي عايز يجي يجي، اللي مش عايز يجي ما يجيش، لا بيتقتل ولا بيتعلق ولا بيتكهرب ولا بيتنكل باسرته ولا ياخدهم سخره ولا ياخدهم سوء النخاسه، يبيعوهم زي ما اللي قبل كده كانوا بيعملوا. فللاسف في ناس بتنسى ان انا اللي شلت من على ظهره الكرباج، نسي انه كان ساكن في عشش وسكنته في القصور، نسي انه كان بيعيش ليالي من غير اكل ويجي يبوس الايادي بتاعه البشوات عشان يديهم لقمه تكفيهم يوم وهو جعان بقاله 9 ايام، نسي. والنهارده بياكل احسن اكل كل يوم، وبكره عايز يرجع تاني للذل. حضرتك تقرر ما هو مفهوم الحريه بنفسك، حضرتك تفهم معنى ايه حريه، كان احنا وتفهم كمان قيمه الحريه، لان الناس دي كل الشعوب دي يعني كان الحريه من وجهه نظرهم ان احنا نحكم نفسنا، ان ما يتحكمش فينا الطرابيش الحمراء، ان المسلمين ما يحكموناش. ده انت كنت عايش في عز المسلمين وفي خيرهم، لك معلش برضو احكم نفسي احسن برضو. يا باشا انا لو مشيت وحكمت انت نفسك، هيجي واحد يخليك ازاي تحكم نفسك كويس قوي غيري اسوأ مني بكتير. زي ما زمان عمرك ما عرفت تحكم نفسك، وناس منك انت هم اللي سقوك الذل والمر. رومانيا موجودة، تشاوشيسكو نسيناه ولا حاجة، ستالين، ما هم الروس، الشعب ما خدش اجراء وسب الناس دي تحكمه فكانت النتيجة كده. فهموا الحرية غلط، افهم الحرية صح، واعرف الحرية عند مين ومين اللي بيقدرها فعلا وهيديك قيمتك وحقك، هتاخد الحرية الحقيقية. لكن عايز تكتر التجارب اللي انت حافظها واللي عارفها وترجع الكرباج على ظهرك وترجع الطعام الخبيث النتن لبقك، اتفضل، محدش هيقول لك، محدش هيعزم عليك، ومحدش هيقول لك لا ما تاكلش، براحتك اكلتك وبالهنا والشفاء. خلصت الحلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير. طبعا كل ما بقف في حته طبعا زي ما شايفين بيسيبوا المول كله ويجوا في النقطه اللي انا، فلازم ننهي الحلقه. اشوفكم على خير، حفظ الله، السلام عليكم.